المدى الدولي الدوحة قدر حيث التوقيت المحلي من 2011 ودرجة الحرارة الخارجية هي 35 درجة مئوية. لسلامتكم نرجو من حضراتكم البقاء جالسا في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا، كما نرجو من حضراتكم التأكد من أرجال أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة. حضرات المسافرين المتابعين رحلتي من جهة أخرى بحوزتهم بطاقة الصوت، أرجو التوجه إلى بورد المغادرة. أما حضرات المسافرين الذين ليس لديهم بطاقة الصوت، أرجو من التوجه إلى قاعة تحويل الرحلات. الفندق المفضل للخطوط الجوية القطرية هو إريكس راتانا. نود أن نعلم حضراتكم بأنه يمكنكم الآن استخدام الهواتف النقالة إن أردتم ذلك. إن كنتم تعلمون السفر مستقبلا معنا، يمكنكم الآن إصدار بطاقة الصعود إلى طائرة عبر الإنترنت على موقع www.qatarairways.com، حيث يمكنكم تحسين تجربتكم تقليص وقت الانتظار في المطار. أيضا يمكنكم حجز مقاعدكم واتباع بطاقة الصعود إلى الطائرة واستخدام خدمة Fast Back Drop في المطار لإتمام عملية تسجيل الحقائب بسرعة وسهولة. بنيان خطوط الجوية القطرية تحالف العالم الواحد وقائد الطائرة بقيت أفراد الطاقم، نرى أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا لهذا اليوم. نشكركم لاختياركم السفر مع الخطوط الجوية القطرية. شكرا لكم.